كلها كهرباء. طبعا يا جماعه احنا اخدنا الترم الاولاني لو تفتكروا 3 يونت، الترم الثاني يا جماعه هو مجرد 2 يونت يا جماعه، وسهلين مش صعبين. حتى انت لما هتبص لمنظر الكتاب كده تقول الحمد لله ده مش زي الترم الايه؟ الاولاني، ده عباره عن كتاب اصغر في الحجم، وحتى الاسئله فيه او البارتس اللي فيه مش كتير خالص زي الترم الاولاني. طيب انا الترم الثاني يا جماعه هاخد فيه ايه؟ انا زي ما وعدتك ان البايو يا جماعه في سينيور 2 مختلفه عن سينيور 1، ان سينيور 1 كنت بتحكي كل شويه في وادي. ده اورجانيك ماكرو موليكيول اللي هي البايو كيمستري، بعد كده دخلت مش عارف تاكسونومي، بعد كده اخدت الاستراكشر اوف ذا سيل، بعد كده اخدت الجينيتكس، عباره عن اربع حاجات مش مرتبطين ببعض. لكن احنا في سينيور 2 يا جماعه كل المنهج كونكتد. ازاي يا مستر؟ تعالى كده النهارده حصه خفيفه كده في اللذيذ زي ما بيقولوا، مش هتك على حضرتك جامد. احنا هناخد النهارده بدايه الاكسكريشن بروسس، اللي هي عمليه الاخراج. تعالى كده فكر سيادتك، كنا بناخده في بدايه سينيور 1 وبداناها تاني في سينيور 2، ايه الفرق ما بين كلمه living ونون living؟ مين في الفيتال بروسس يا شباب؟ living، قلنا living organism بيبقى فيه ما يسمى ب 7 vital process، يعني 7 عمليات حيويه، اللي هو اخذناهم بالترتيب nutrition، motion، respiration، excretion، growth، sensation، reproduction. حد يعرف يقول لي احنا اخذنا لحد دلوقتي في ايه؟ خدنا ايه؟ خدنا nutrition اللي هي ايه؟ التغذيه لو تفتكروا. خدنا ايه تاني؟ respiration اللي هو التنفس، واخدنا موشن حركه اللي هو في internal movement حركه داخليه زي حركه البلد او حركه الهارت، دي حركه برضو، او حركه جسمك عموما ده حركه. فاضل لنا اربعه، اللي باللون الجرين ده اللي هتكمله يا جماعه في سينيور 2، اللي هو مين ومين؟ excretion و sensation. فاضل لك اثنين، الجروس ده نتاج العمليات كلها، يعني حضرتك لما تاكل كويس، لما تتحرك كويس، لما تتنفس كويس، النمو بتاعك هيبقى ريجولر، فهيبقى منتظم، فهيبقى شكل النمو بتاعك موجود. وهيبقى فاضل لنا الجزء الاخير ده اللي هو الريبرودكشن، هيبقى موجود معانا في سينيور 3 باذن الله، ان شاء الله ان عشنا وكلنا ايه؟ عمر باذن الله. يبقى انا كده جزأت لك الموضوع، يبقى انت كده فاضل لك الجزئين اللي عليهم عباره عن جرين لايت اللي هو الشكل الاخضر ده وده، اللي هو الاكسكريشن والسنسيشن. هو كلمه اكسكريشن زي ما قلنا يعني عباره عن عمليه الايه؟ الاخراج. حد يعرف يعني ايه عمليه الاخراج بالبلدي؟ صحراء. احنا وصلنا ثانيه سنه يا جماعه. اقول انا حضرتك وعباره عن ايه؟ ان الليفنج اورجانيزم بيعمل جيت ريد اوف، بيتخلص من الوستس او الاكزيست سبستانس اللي موجوده في جسمك. تاني التعريف العام للاكسكريشن ان دي عباره عن بروسس الليفنج اورجانيزم جيت ريد اوف. كلمه جيت ريد اوف يعني يتخلص من by which a living organism get rid of the wastes. تعال كده نشوف، بس قبل ما نبدا لازم نحط حضرتك ان الاكسكريشن بروسيس اللي هي عمليه الاخراج دي بتطلع لنا حاجه اسمها اكسكريتوري ووستس.
حد يقول لي كده يا جماعه اكزامبل للاكسكريتوري ووسس في جسمك؟ سيبش يا جماعه والله روان. السي او 2 تمام، اللي هو الكربون دايوكسيد جاز اللي هو بيطلع من حضرتك من الريسبيريشن بروسيس. اتفضلي. اليورين تمام، اللي هو البول اللي بيطلع من اليورينري سيستم اللي هو الجهاز البولي. برافو، اكسلنت، بدايه موفقه. اتفضل. السويت تمام، العرق اللي بيخرج من جسمنا. فرح البربري. لا كنت عايز اقول سويت الخبز. تمام تمام، يبقى امثله يا جماعه كربون دايوكسيد جاز، اليورين، السويت، شكرا، عرق، بول، ثاني اكسيد الكربون. طيب تعال الاول نحط شرط للاكسكريتوري ماتيريال، يعني الماده اللي هنشرط عليها نقول ان هي ماده اخراجيه، ايه هي؟ قبل ما ابدا، حد يعرف كلمه ستول يعني؟ براز، اللي هو the last product of the digestive system. السؤال، هل الستول البراز يا جماعه اللي بيخرج مننا ده يتقال عليه ماده اخراجيه؟ مفيش اجابه. طيب نشوف كده الشرط اللي شرحناه وانتم ما اخدتوش بالكم الترم الاولاني. الاكسكريتوري ماتيريال must pass by a plasma membrane before it expelled out. مستر مش فاهم يعني ايه؟ لازم تعدي على بلازما ممبرين قبل ما تخرج. تعالى كده فهم حضرتك على الرسمة اللي جاية. يا رب كده الناس تفتكر الرسمة اللي جاية دي. حد فاكر ايه الرسمة اللي دهيت يا جماعة؟ يا رب نفتكرها، ده كانت يا جماعة من اسبوعين. انت مذاكرها المفروض يعني. ها ايه دي؟ نوز. ها فيرانكس. ها ليرانكس. تراكيا. برونكاي. برونكايلوس. الفيولاي، وطبعا الازرق اللي هو الفين، والاحمر اللي هو الارتري. مين شاطر يقول لي هو احنا بنتنفس ايه من بره جسمنا؟ نوت اوكسجين، اير. بنتنفس الاير، الاير اللي هو الهواء. حد يعرف محتويات الهواء؟ حد يرفع ايديك يا جماعه ويقول لي محتويات الهواء اللي بيدخل من بره؟ اكسجين وكربون دايوكسيد ونيتروجين. ثانيه واحده يا شباب بعد اذنكم. الحاجات دي كلها كانت بتعدي بتوصل للالفيولاي. حد يعرف مين فيهم اللي هيعدي البوزيشن ده؟ يعني ادي الالفيولاي اهي بشكل مكبر شويه، جاي من بره اكسجين كربون دايوكسيد نيتروجين. مين اللي هيعدي الناحيه الثانيه؟ حد مصحصح معانا؟ الاكسجين يعدي ولا ما يعديش؟ يعدي، لان انت محتاجه في جسمك في الدم. الكربون هل هيعدي؟ لا. النيتروجين؟ لا. هيطلع معانا من الناحيه الثانيه ايه؟ مين اللي جاي لنا من الدم؟ سي او 2 اهو. يبقى هيطلع هنا من جسمك حاجات، ايه هي؟ نيتروجين والسي او 2 بنوعين،
انا ماليش دعوه بالسي او 2، مش عايزه دلوقتي، مش هتكلم عنه دلوقتي. حد يقول لي كده النيتروجين ده اللي طالع من جسمك مع الاكسهيليشن هل ينفع يتقال عليه اكسكريتوري ماتيريال؟ حد يقول لي ليه؟ اتفضلي. ما عداش على بلازما ممبرين، برافو، دخل وخرج ما عداش على بلازما ايه؟ ممبرين. طيب الكربون دايكسيد جاز في منه نوعين، هسميه مثلا كربون دايكسيد جاز باللون الاحمر جاي من بره، كربون دايكسيد جاز جاي من جوه. مين شاطر يقول لي مين ينفع اقول عليه اكسكريتوري ماتيريال ومين ما ينفعش اقول عليه اكسكريتوري ماتيريال؟ وكده يبقى احنا شرحنا يعني ايه اكسكريتوري ماتيريال. خطاب، الازرق اكسكريتوري ماتيريال. ليه خطاب؟ عشان عدى على بلازما ممبرين. هو فين يا مستر البلازما ممبرين اللي حضرتك عمال تقول عليه ده؟ اللي هو الوول بتاع الالفيولاي، الوول بتاع الالفيولاي. يبقى الكربون دايكسيد جاز لما يجي يقول لك بقى الكربون دايكسيد جاز which released اللي طالع منك from exhalation هيبقى ده ايه ده يا جماعه؟ is excretory material. طب ليه excretory material؟ because it passes through، يعني بيعدي على ها بلازما ايه؟ ممبرين. تمام كده يا جماعه؟ حاجه صعبه كده يا شباب؟ في صعوبه كده؟ طب اشرح حاجه تانيه على الاستول. اريد الدايجستيف سيستم سريعا. شكل كروكي ليه كده؟ حضرتك بتاكل من هنا، الاكل بتاعك يدخل من الماوس يمشي في الفيرنكس والاسوفيجاس يوصل للاستومك، يبدا يتجزأ لحتت صغيره لو في بروتين، يبدا يمشي هنا يحصل له ابزوربشن لو كان في حاجات مفيده لجسمك زي الامينو اسيد، يكمل المواد اللي ملهاش قيمه في اللارج انتستين لحد ما توصل للريكتم وتخرج بره الجسم عن طريق الانس في شكل الاستول. ارفع ايديك وقول لي دي من اشهر المواد اللي بيتقال عليها بالعربي حتى دي اخراجات. تعال كده نشوف الاستول ينفع يبقى اكسكريتوري ماتيريال ولا لا. مين شاطر يا جماعه يرفع ايده ويقول لي هعمل صح ولا غلط؟ ارفع ايديك كتقفيله للنقطه دي. اتفضل يا يوسف، يوسف علاء. ما ينفعش. ليه يوسف ما ينفعش؟ تمام، because it doesn't pass، لانه ما عداش through plasma membrane. خالص يا مستر خالص. تعالى كده اشرح حكايته من الاول. كان اكل داخل جوه جسمك، ماشى جوه انبوبه، دخل الاستومك جوه انبوبه ثانيه، طلع من الفتحه اللي هي الانس، هل عدى على بلازما ممبرين؟ ما عداش. السؤال ما دام ما عداش يبقى ما يتقالش عليه اكسكريتوري ماتيريال. اتفضلي. هقول لحضرتك، حاضر، اليورين ده اليورينري سيستم اللي احنا هناخده المره اللي جايه ان شاء الله، عشان الاستاذه حبيبه زعلش. الدم دخل اتوزع جوه الكيدني، الكيدني جواها هنا بيبقى فيه ما يسمى بيه صفايات. الصفايات دي بيعدي فيها الدم، بص كده، بص الخط ده، بيعدي الدم هنا ويتصفى ويطلع من الناحيه الثانيه. شايف الخط اللي انا بقول لك عليه ده؟ ده يعتبر بلازما ايه؟ ممبرين. بما ان الدم عدى وتصفى
وعدى على بلازما ميمبرين وطلع من الناحيه الثانيه، الفضلات الزياده منه دخل جت هنا اهوت عشان تخرج بره الجسم اللي هو اليورين. يبقى اعمل صح ولا غلط يا حبيبه؟ ها صح. ليه صح؟ بيكوز ات باس ثرو ذا بلازما ميمبرين. حاجه صعبه يا جماعه؟ في حد من اللي قاعدين مش فاهم الموضوع؟ تمام، حتى الناس الجداد تمام صدقه تمام. حد معانا في الاونلاين جديد؟ محمد خالد بسوق. محمد تمام تمام يا محمد؟ ايه تمام بس. تمام هادي، انت قديم بقى يا هادي. تمام كده يا هادي؟ تمام مستر، بس معلش بس عيد اخر حته دي يا مستر تاني معلش. عادي تمام. اليورين يا باشا اللي احنا هناخده الحصه اللي بعد اللي جايه ان شاء الله، الدم بيدخل جوه الكدني وبيبدا يتفلتر يتصفى، يتعدى في صفايات. الصفايات دي بالظبط عامله زي الصفايه اللي في البيت، بمعنى الدم يعدي وتفضل الاخراجات تتجمع وتطلع على شكل يورين. الخط اللي انا عامل لك عليه باللون الاصفر ده عباره عن بلازما ممبرين. احنا قلنا الشرط بتاعنا النهارده بما اني عديت على بلازما ممبرين يبقى هيتقال عليه اكسكريتوري ماتيريال ولا لا باشا هادي؟ اه مستر تمام مع حضرتك. تمام، يبقى انا لحد دلوقتي يا جماعه طلعت حاجه اسمها تاني يعني ايه اكسكريشن بروسس. دي البروسس باي ويتش ذا ليفنج اورجانيزم جيت ريد اوف ذا اكزيست ماتيريال او ووستز ماتيريال اللي طالعه من الحاجات الثانيه. يعني انت وانت بتاكل في فضلات طالعه منك، مش الاستول، الفضلات اللي دخلت جوه السيل واتحرقت، بيبقى طالع منك في اللعب والمجهود. السيل بتحرق بتطلع كربون دايكسيد جاز ووتر فيبر اللي اخذناها في كريب سايكل الايروبيك والانيروبيك. طول ما انت ماشي عمال تطلع مواد، ايه المواد دي؟ انا هقول الماده وانت تقول احتماليه تخرج منين. تمام يا جماعه؟ هقول لك المواد اللي هي وحشه في جسمك كلها. طبعا على راسها كربون دايكسيد جاز ووتر. انا مش هشتغل زي المعاصر، انا هشتغل عكس المعاصر عشان اشغل دماغك. كربون دايكسيد جاز والووتر واليوريا واليوريك اسيد والسبايسز والبويزن سبستانس والسولت. انا هخلي ده كله كده ينزل لتحت كده شويه، اخد الكربون دايكسيد جاز لفوق والووتر لفوق عشان المفروض ترتيبه هنا. السولتس تعالى كده يا جماعه نمشي بالراحه وانت هتشتغل معايا. مين يقول لي الكربون دايكسيد جاز يخرج بره جسمك عن طريق ايه؟ ايوه النوز مش المخرج، انا عايز الحاجه اللي بتخرجه بره جسمك، يعني الحاجه اللي بتجيبه عشان تطرده بره. اتفضل. اللنج. تمام التو لنج. الووتر. مين يحل؟ نور النشار اتفضل يا نور. الكدني. الووتر ممكن تخرج عن طريق الكدني او السكن برضو. او السكن برضو. فاضل كمان حاجه، حرام عليكم، التو لنج ده النقطه دهيت يا جماعه شرحناها بالتفصيل الترم الاولاني. جسمك كله بيطلع ميه قد ايه؟ يا لهوي على اللي بيذاكروا، يا لهوي على اللي بيكبوا في الامتحان واول ما يخلص الامتحان مع السلامه. اتفضلي يا فرح. 2500 سنتيمتر كيوبيك. تعالى كده نفتكر اهو عشان دي هتجيلك من مسائل الترم الثاني. 2500 سنتيمتر كيوبيك بيطلع من التو لانج بس كام؟ عمر شريف خطاب 500. والسكين بقى والكدني هو اللي بيلعب بقى في الترم الثاني. هيقول لك السكين لو طلع مثلا 700 مستر وانا هعرف منين؟ ما انت هتاخد ال 700 على ها ال 500 وتنقصهم من ال 2500. فاهمين يا جماعه؟ وهيبقى فيها لعب كتير بقى،
لو كدني واحده تطلع قد ايه يا لهوي؟ يبقى انت هتجيب 1300 اللي طلعت تقسمها على الاثنين يبقى 750. فاهمين يا شباب الكلام ده؟ هنشتغله مع بعض. 650 اسف. يلا بينا. السولت يخرج منين؟ عمر شريف اتفضل. تو كيدنيز. تمام. التو كيدني برضو والسكين برضو. والسكين برضو تمام. هل في مكان تاني يخرج منه؟ طبعا لا. ايه يا مستر ينفع يطلع من التو لونج؟ طبعا لا. هل انت بتطلع ملح؟ لا. يلا بينا. مين يحاول؟ احنا بنعكس اللي موجود في المعاصر مش زي المعاصر، احنا بنشغل دماغنا. اليوريا واليوريك اسيد كلاهما اسمهم نيتروجينس سبستانس. اليوريا بلس يوريك اسيد اسمهم يا جماعه نيتروجينس سبستانس. ايه يا مستر الحاجات دي؟ دي عباره عن الحاجات اللي طالعه بريديوس باي دايجيشن اوف بروتين، يعني بتخرج من هضم البروتين. عشان تبقى عارف. تعالى كده نشوف. فرح البربري اتفضلي يا فرح. بيخرجوا منين؟ من الكيدنيز. من الكيدنيز تمام. اللي هو طبعا يا جماعه من المعروف ان اليوريا واليوريك اسيد زي الكلمه اللي قالتها حبيبه سمك، قريبه من كلمه يورين اللي هو الايه؟ البول، صح كده؟ يبقى دولت بيخرجوا من الكي من الكيدني. بس ركز بقى، سمول برسنتيج فروم سكن. يعني يا مستر نسبه قليله جدا بتطلع من السكن. عشان كده للاسف كان في تجربه وطبعا اتلغت، كانت عليه جونيور فور ايام ما كان عليهم السكن ايام زمان خالص. الكلام ده انا بكلمك من 10 15 سنه، كان يقول لهم تراي، انا اسف التعبير، تو ها تيست يور ايه يور سوات، يعني حاول لو دقت العرق بالغلط. فكان في طلبه طبعا ها بالغباء انا اسف، طفل صغير بيدوق العرق بقى، يعرق يستنى لما يعرق ويروح ايه ضايق العرق. طبعا اليوريا واليوريك اسيد دولت دي مواد حلوه ولا بويزنس؟ بويزنس، دي هارملس. ركز كمل معانا. فاضل السبايسز وال بويزنس سبستانس. ها التوابل تخرج منين؟ ايوه من الكدني. ركز. والتو لونج. ايه يا مستر التو لونج ده؟ لو كانت فولاتيل. حد يعرف يعني فولاتيل؟ اللي هي متطايره. طب وازاي اطلعها من التو لونج يا مستر؟ معلش انا هسالك سؤال كلنا اي شخص عادي بيعمله. لو جبت لك كده مثلا يا جماعه باكو شيبسي حر نار بتاع ايه امير كرارة الجديد ده، ها وحطيته في بقك، اول حاجه هتعملها ايه؟ ايوه ايه؟ هكح، هعطس، او هعمل التعبير العادي خالص الحركه دي. ما بهزرش والله. طب الحركه دي بتعمل ايه؟ بتطرد الاول كميه عن طريق اللنج، فهمنا؟ يبقى الجزء المتطاير اللي هو دخل مع الهواء اللي هو يحرق عينيك ويخليك تعيط، ماشي انت كده طردته. طب الجزء بقى اللي انت ايه مسكت الشيبسيه بقى وقعدت تضغطه ودخل للدايجستيف سيستم، هيروح للبلد، والبلد يا جماعه هيروح واخد الكميه دي وطاردها عن طريق الكدني. فاضل البويزن السبستانس. اتفضل. ليفر، برافو، نمبر 1. نقفل المايكات يا جماعه. وكدني مستر مش فاهم هي ايه البويزن السبستانس دي؟ ده انا شخص ايه الحمد لله عاقل ما باخدش مواد سامه، كل ما هو ضار للجسم سام. تاني، كل ما هو هارمفول للجسم سام. يعني ايه؟ يعني سي شخص حضرتك جاله برد، فالدكتور قال له روح خد ترايميد فلو، ده نوع من الحبوب يا جماعه، ماشي، عباره عن شريط كده يا جماعه. ترايميد فلو ده هو، ده عباره عن فيه شريط فيه 10 حبات،
طيب ربنا كرم يا جماعه وفيروس البرد خلص بعد الحبايه 6، هو كده ولا كده؟ هيكمل الشريط ولا مش هيكمله؟ هيكمله، لان الدكتور قايل له لازم تكمل العجل الايه للاخر. طيب الاربعه دولت هيخشوا الجسم، هل هيلاقوا الفيروس؟ مش هيلاقوه، هيفضلوا يمشوا في الجسم كده يدوروا عليه مش هيلاقوه. فمين بقى يا جماعه اللي هيجيبه من قفاه البلدي كده؟ الليفر، وهو معدي في الهيباتيك سيركيليشن، فاكرينها بتاعت الترم الاولاني، يعدي الدم في الليفر صفايه، هوب تعالى ايه ترايمد فلو دوت، ده انا مش عايزه، ده مش تبع الجسم، يبقى ده ضار، يبقى ده سام، فيروح الليفر طرده بره. عشان كده تلاقي اغلب الدكاتره تقول لك ايه، حاول اي مرض يجي لك حاول ان انت تواجهه ايه الاول، طبيعي اورجانيك، اللي هو حضرتك اشرب ليمون كتير، كل جوافه، كل برتقان، الى اخره، عشان تقضي عليه، عشان ما تضطرش تاخد علاج بكميه كبيره. لان انت لو رحت للدكتور، هو ايه الفرق لو انا رحت للدكتور انا سخن وبعطس وصوتي رايح وتعبان ومتكتك، وايه الفرق لو اخدت بقى الحاجات الطبيعيه دي الاول ورحت له بس انا يا دوب حاجه بسيطه، السخونيه بسيطه والبرد على خفيف، ها هل العلاج اللي هيكتبه المره الاولانيه زي المره الثانيه؟ طبعا لا. يبقى انت لو دخلت الحاجه الطبيعيه الاول هتخلي الدكتور يبعد بعيد شويه، بدل ما يعمل لك مثلا خد ترايميد فلو، خد مش عارف كتافاس، خد مش عارف حنتفاس، خد مش عارف ايه، يكتب لك روشته قد كده، لا ده هيكتب لك لا والله انت هتاخد حاجه بس من غير انتيبيوتيك، تاخد 5-6 حبايات وسلام عليكم. فاهمين يا جماعه؟ فاهمين يا شباب؟ يبقى انا كده ها قللت الضغط على مين؟ على الليفر. طب يا مستر ايه اللي دخل الكدني في الموضوع؟ ما الكدني دي يا جماعه عباره عن اسيستنت. يعني ايه اسيستنت؟ مساعد. اللي يعدي من الليفر وما خدش باله منه الكدني تجيبه من قفاه. يبقى انت كده شغالين اتنين مع بعض. عشان كده بعد الشر لو حد حصل له فشل كلوي اللي احنا هناخده كمان 4 حصص كدني فيلر، يبقى انا هضغط على مين؟ على الليفر، فالليفر يبوظ فالشخص ايه؟ يموت، لان الاداء كله بقى على حاجه واحده. مستر انت عملت لي الموضوع ده ليه؟ يعني احنا ما شاء الله كده اتناقشنا مناقشه عادله. انا عايز اقول لحضرتك بقى لو سمحت قول لي مكونات الاكسكريتوري سيستم، اللي هو الجهاز الاخراجي. شوف انا عكست اللي موجود في المعاصر عشان وانت بتذاكر. اروى معلش حضرتك، ممكن حضرتك تجيب الصفحه اللي هي كانت بعد دي اللي هي كان فيها اليوريا واليوريك اسيد؟ تمام اتفضلي. تمام شكرا. تمام حضرتك هتجاوب. ها مين يا جماعه يطلع مكونات الاكسكريتوري اي سيستم اللي هي مكونات الجهاز الاخراجي؟ اتفضل يا استاذ خطاب. كدني متكرره معانا. تمام التو كدني. اتفضلي يا فرح يا بربري، قولي واحده ونور النشار تقول واحده. ها ليفر. ليفر نور النشار. تو لانجز. تو لانجز عمر شريف. سكن. السكن تمام. الله اكبر كده احنا كده يا جماعه تمام التمام. بس انا عايز حاجه من حضراتكم سيكا كده. الاكسكريتوري سيستم ده يا شباب اللي هو مكوناته كامله قدام سيادتك دلوقتي اهي، هنحتاج الشكل ده مرتين. اقدر اقول عليه ايه في الشرح اللي انا هقول لك عليه دلوقتي ده؟ انواع السيستم في جسمك، عشان تبقى فاهم بقى انا بكلم ناس كمان سنتين اللي بيحلم يعني ربنا يوفقك لو دخلت طب او صيدله او طب بيطري، هو طب وطب بيطري هيشرح لك الكلام ده. في نوعين من السيستمز، في كونكتد
وفي scattered. مين يرفع ايديه يقول لي السيستم بتاعنا ده يا جماعه اهنا نوع في دولت؟ حد يعرف كونكتد يعني ايه؟ مترابط، وسكاترد متفرق منتشر. يلا طيب تعالى اسال حضراتكم سؤال على الترم الاولاني. الدايجستيف ها كونكتد. طب ليه الدايجستيف كونكتد؟ الماوس بعديها مين؟ فيرنكس، بعديها اوسوفاجس، بعديها ستومك، بعديها سمول انتستين، بعديها لارج انتستين، ريكتام انس، حته واحده. الريسبيراتوري سيستم كونكتد. طيب اللي قدامك ده بقى الاكسكريتوري سيستم هيتقال عليه سكاترد. يعني ايه سكاترد؟ متفرق. ده عندنا السكين في ناحيه واللنج في ناحيه. وي وي وي. طيب السؤال، السيستم ده يا شباب complementary with another or individual، يعني معتمد على نفسه ولا مرتبط بسيستم تاني؟ ها، معتمد على نفسه ولا مرتبط بسيستم تاني؟ يعني هل في اعضاء مرتبطه بسيستمز تاني يا جماعه؟ ايوه، تعالى كده نفكر. حتى انا في حاجات هعمل عليها اكس يا جماعه، اللي هي ايه؟ اروى يا مدحه تعملي لي ور هاند لو سمحت، عشان انت ناسي الايه الهاند بتاعتك. في حاجات مرتبطه بسيستم تاني حتى مش هشرحها، اللي هي مين؟ نمبر 1 اللي هو مين؟ تو لانجز. هل هتشرح؟ خلاص مع السلامه، باي باي، انت شرحتها في الترم الاولاني يا ماستر. لكن الثلاثه التانيين هم اللي هيتشرحوا، اللي هو مين ومين ومين؟ سكان وتو كيدني. وي التو كيدني دي هي اللي هتخليك تشرح اليورينري سيستم كاملا. اليورينري سيستم ده اللي هو الجهاز الايه؟ البولي. طيب تعالى كده بالراحه، ها الليفر ده كده بقى عم الاعضاء. حتى لو جيت كده ربنا كرمك كده يا جماعه ودخلت طب وانت بتشتغل بايه؟ بتشتغل اناتومي تشريح، هتلاقي الدكتور وهو جاي يا جماعه بعد ما يعدي على القلب، القلب طبعا ده ابو الاعضاء كلها، البرين ثاني عضو، الثالث بقى اللي يقعد يمدح فيه مين؟ الليفر. البرين بيتحكم في جسمك كله، جزء من النيرفس سيستم على عيني وراسي. الهارت بيدي الدم للجسم كله على عيني وراسي. الليفر ده بيعمل اكتر من حاجه، خدناه بيشارك في الدايجستيف صح؟ خدناه بيشارك في تكوين يا جماعه، او جزء من اجزاء يا جماعه اللي هو يدخل فيه تكوين الاكسكريتوري سيستم، يخلص لك ايه؟ الاكزيست سبستانس. واخدناه ان هو بيحمي جسمك. حد يعرف الحمايه اللي بيعملها ايه؟ حمايه داخليه وحمايه خارجيه. يا لهو عليا، يا لهو. على فكره المفروض اللي مكمل ترم تاني ده بقى علم علوم بحت، وايه بيجاهد لحد اخر لحظه. في ناس اتخنقت قالت لك بس يا عم كفايه بيولوجي كده، انا مش مكمل الترم التاني بيولوجي، اتخنقت. خطاب البلاد كلوتنج وحمايه داخليه بيمنع البلاد كلوتنج عن طريق الهيبارين، فاكرين؟ والثرومبين والبروثرومبين، ده خارجي وده داخلي. طيب عشان الخص الكلام، يبقى انت كده سيادتك بشكل مبسط كده لما هبدا معاك المره اللي جايه هاخد مين اول حاجه، بعد كده الحصه اللي بعديها هاخد مين؟ التو كيدني، بعد كده اقفل الليفر واقول لك الشابتر ده يا جماعه يخلص. عشان كده يا جماعه يونت 4 ده بياخد بالظبط منك 3 4 حصص بالكتير، وتروح واخد الامتحان وتروح شغال بقى مع يونت 5. انا هوقف الريكورد عشان كلمه اقولها لله المره اللي جايه، هناخد تركيب الاسكان. لمحه عامه كده يا جماعه عن تركيب الاسكان. الاسكان يعتبر يا شباب اصغر اورجان ولا اكبر اورجان؟ حد يفتكر؟ الاسكان ذا لارجست اورجان. ازاي مستر لارجست اورجان؟ لان هو كفر الهيومن بادي فروم اوتسايد. انا بتكلم على الهيومن. طب بيتكون من ايه يا مستر؟ الاسكان يا جماعه بيتكون من طبقتين، ده اللي احنا هناخده المره اللي جايه ان شاء الله.
الطبقة الخارجية اسمها ايبي ديرمس، طبقة البشرة، والطبقة الداخلية هي اسمها طبقة الديرمس أو الأدمة. طبعاً لو جينا كده اتكلمنا عن شوية حاجات فيه، طبعاً الاسكن هناخد المرة الجاية إن شاء الله، إن هو جزء من أجزاء الإكسكريتري إيه سيستم، لأن هو بيتخلص من بعض المواد، جزء من أجزاء النيرفس سيستم لأن هو بيساعدني في الإحساس، لأن هو واحد من الفايف سنس أورجان. حد يعرف الفايف سنس أورجان؟ آي، إير، نوز، تانج، سكن. آي، إير، نوز، تانج، سكن، يعني واحد من الخمس حواس، والكلام ده هيتشرح بالتفصيل المرة الإيه اللي جاية. أنا عارف طبعاً إن النهاردة في ناس نزلت معاها الحصة، في ناس لسه ما جابتش الكتاب، في ناس لسه مش مهتمة، فالكلام أو اللي احنا أخدناه كله على بعضه تقريباً ثلاث صفحات، مش كتير يعني. بيج 1، بيج 9، معرفش دي الأرقام القديمة، معرفش قبل الـ Structure of Skin، صح كده يا جماعة؟ آخر 11 ولا أرقام مختلفة؟ تمام، بدايتنا 12 13، وآخرنا جماعة 14 إن شاء الله. دول الثلاث صفحات اللي مع حضرتك اللي هتحلهم، وياريت ياريت عشان من أول الترم يا جماعة حاول تحل الحاجات اللي فيها تفكير بدري بدري عشان نناقشها. يعني هنبدأ الحصة اللي جاية بالحاجات اللي هي تحت، اللي هي يا جماعة test yourself، تمام؟ عشان نبدأ من بدري بدري عشان ما نزنقش ليلة الامتحان. اتفضلوا يا جماعة كل سنة وانتم طيبين.